بشكل رسمي الكاف يعلن تأجيل كأس أمم إفريقيا بالمغرب إلى بداية سنة 2026. هذا الخبر اللي نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية ونقلوه الصحف الجزائرية. مجموعة من العناوين كما تشاهدون: الكاف يعلن تأجيل كان 25 إلى 2026 بسبب عدم جاهزية البلد المستضيف. هذه القناة الجزائرية الرسمية. البلد المستضيف اللي هو المغرب، لم يذكروا حتى اسم المغرب. وهنا صحيفة أخرى جزائرية تقول: تأجيل كأس إفريقيا رسميا بشكل رسمي، لكن نو قبل ما نمشيو للجواب ديال الكاف، هنا ريال مدريد من بعد يعني تناقل هذا الخبر يعني خرجوا صحيفة الآس خرجت كتقول بريمير كونفليكتو ديال إبراهيم، لأن ريال مدريد ما عاملش بالحساب أن كأس إفريقيا غادي يكون في 2026 وريال مدريد غادي يتضرر في حالة يعني إذا بقى إبراهيم دياز في ريال مدريد. غادي نشاركوا هذا الخبر وغادي نشاركوا خبر آخر يتعلق بالمنتج المغربي العالمي رضوان اللي كيساعد يعني باش ينتج الأغنية الثانية فريق ريال مدريد. منتج مغربي، كنهضروا على فريق ريال مدريد العالمي، ورضوان هو اللي كينتج له الاغاني ديالو، او الاغاني ديالو. كذلك مجموعه من الاخبار الخوت عندها علاقه بالشيبي، فريق بيراميديس او بيراميديس المصري يقرر يعني الانسحاب من البطوله المصريه بسبب الاحكام على الشيبي وعلى الشحات. غادي نشوفوا مجموعه من الاخبار: رحيمي ينافس رونالدو على جائزه مهمه، رحيمي ينافس رونالدو، والزلزلي غادي يمشي لمايوركا، واقبال كبير على التذاكر، وثلاث لاعبين من المنتخب ديال الكبار غادي يمشي مع المنتخب الاولمبي، واولمبياكوس متمسك باللاعب ايوب الكعبي. شنو كاين خبر اخر هنا ديال الاس؟ شنو كيقول ابراهيم؟ ريال مدريد بريمير كونفليكتو بور ماروكوس، بريمير كونفليكتو بور ماروكوس، يعني مشكل، اول مشكل من غير هذا ديال انه ما وافقوش على الذهاب ديالو للالعاب الاولمبيه، كاين مشكل اخر هذا اللي غادي يتسبب مشكل ديال ريال مدريد، ولكن ما كاين منه والو. Aquí, el nombre de Ibrahim se cuela entre los candidatos del Balón de Oro africano. هذا خبر ايجابي بالنسبه لابراهيم دياز، يعني ابراهيم دياز الاسم ديالو يعني من الاوائل للفوز بالكره الذهبيه الافريقيه. خوت كما العاده لايكات ديالكم، وغادي نمشيو للتفاصيل ديال هذه المجموعه ديال الاخبار ونوضحوا ان الكاف اي الاتحاد الافريقي لكره القدم يعني اجل كان المغرب الى سنه 2026. غادي نشوفوا الحقيقه ديال هذا الخبر. وكذلك فريق اشبيليا يعني عمل الثمن ديال 30 مليون ديال اورو للخروج ديال يوسف النصيري، وكاين هناك انديه كاستون فيلا وانديه اخرى يعني تريد التعاقد او الخدمات ديال يوسف النصيري. خوت لايكات ديالكم كما العاده، كتنساو الخوت بارطاج على اوسع نطاق، واللي كيشوفنا لاول مره ما ينساش يشارك معنا في القناه. ونمشيو للتفاصيل. شوفوا اختي المغاربه والجاليه المغربيه في كل مكان، السلام الله عليكم وتحيه طيبه للجميع. شوفوا الخبر ديال صحيفه الاس اللي كتقول اول كونفليكتو يعني بسبب ابراهيم دياز. شنو كتقول الاس ادم؟ ابراهيم ريال مدريد بريمير كونفليكتو بور ماروكوس، لا كاف ريتراس لا كوبا افريكا انيرو 2026 ان بيز دي جوارسي ان فيرانو 2025 لو كي دخارا لوس بلانكوس دورانتي ان ميس سين ال ماروكي. ¿Ale? Esto supone un duro contratiempo para aquellos clubes con jugadores de selecciones africanas, entre ellos el Real Madrid, después de que Ibrahim optara por representar a Marruecos y no a España. يعني هذا المشكل كنا كنناقشوه، كنا كنهضروا باقي ما تعرفش واش ابراهيم دياز غادي يختار المغرب
او اسبانيا، فكنا دائما كنجبدوا هذا المشكل. ريال مدريد غادي يعارض في حالات، غادي يعارض لانه كاين هذا المشكل هذا، لان المنتخبات الافريقيه كتلعب كاس افريقيا يعني في شهر يناير وما كتوقفش، البطولات الاوروبيه عكسة يعني ملي كتكون امم اوروبا او كاس العالم. فهذا هو المشكل اللي كيخلي بزاف ديال الانديه تعرض على ان اللاعبين ديالها يشاركوا مع المنتخبات الافريقيه. اذا صحيفه الاس ناقله عن ليكيب وعن الصحف الجزائريه اللي كيقولوا يستاب بلي كاس افريقيا غادي يتاجل الى سنه 2029. هنا الكاف يعني يكذب هذا الخبر. هنا الكاف كيقول سي السبب بوركي ان باراو ان كامبياو نو سي سي، ولكن الكاف هنا هاد الصحف ليكيب خرجت هذا الخبر، مع مين جابت هذا الخبر، ولكن هنا الكاف يكذب ليكيب كيقول بلي الموعد ديال كاس افريقيا بالمغرب لم يحدد بعد. هنا الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم كاف، الاخبار الاخيره يعني نفت الاخبار الاخيره التي اشارت اليها صحيفه ليكيب الفرنسيه بشان تاجيل نهائيات كاس امم افريقيا المقرره بالمغرب صيف سنه 2025 الى مطلع سنه 2029. ونشر الكاف بلاغا رسميا قال فيه: الإعلانات التي تم الترويج لها بخصوص احتمال تأجيل كأس أمم إفريقيا 25 غير صحيحة، والمكتب التنفيذي سيجتمع ليناقش ويتخذ القرار بخصوص مواعيد كأس إفريقيا سنة 25. إذن من جابوا هذا الخبر؟ يعني الشعلة تشويش عملوا، يعني ما كاينش رسمية ديال الخبر، خبر كاذب. ناضوا أندية اللي عندهم لاعبين ديالهم كيلعبوا في القارة الإفريقية، كل واحد يعني ناضوا وبدا كيضرب في راسو، اللاعبين ديالو غادي يمشيو. علاش؟ لان كيتقال على ان كاس افريقيا غادي يكون في الصيف. دابا سمعنا هذه الاخبار، كتقال على انه غادي يرجع لشهر واحد، وجميع يعني الصحف نقلت هذه الاخبار، ولكن كل واحد وكيفاش كينقل الخبر. هنا واضافت الصحيفه نقلا عن بيرون موسين هو الكاتب العام للجهاز الافريقي المسير للعباء ان الكاف قرر تاجيل نهائيات الكار الى مطلع 29 لفسح المجال امام اقامه مونديال الانديه بنسخه جديده في الفتره بين 15 يونيو و 13 يونيو. اوضح موسين في امكاننا برمجه نهائيات كاس امم افريقيا بعد كاس العالم للانديه في الصيف، لكن ذلك لن يكون في صالح اللاعبين الافارقه الذين سيكونون مضطرين للمشاركه في المونديال بامريكا ثم العوده للمشاركه مباشره في الكان. الامر ليس سهلا عليهم بعد موسم شاق. هنا كيتقال على ان حالات اذا تاجل غادي يكون بسبب يعني كاس العالم للانديه، ولكن الصحف الجزائريه كتقول بسبب عدم جاهزيه الملاعب. حنا ناكدوا هادشي هذا، نقراو الاس كديث لا كوينسيدنسيا كون النو يامبلياو مونديال دي كلوبس دي 32 ايكيبوس كي سيلبرارا ان ستاوس اونيوس ديال 15 ال 13 دي جوليو hacía casi imposible organizar una Copa África al mismo tiempo y con jugadores que deberían elegir entre una y otra competición. Además, la CAF tendrá cuatro equipos en dicho Mundial de Clubes y es probable que muchos de esos jugadores hubieran sido elegidos para la CAF. واش فهمنا؟ لا 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 شنو شنو كيكتبوا بني دي فترة بمونديال دي كلوبس، مونديال دي كلوبس في نفس الوقت كاين شي ملاعبيه اللي غيكونوا خصهم يعني في حاله اذا تم التاجيل. هنا صحيفه الاس تؤكد في حاله ان كان التاجيل فسيكون بسبب يعني المونديال ديال كلوبيس. وكيقولوا كي esto puede considerarse un duro golpe para Marruecos que esperaba utilizar el torneo veraniego ماشي بينو بني ايفان ايفان كاس العالم باش يلعبوا على كاس العالم. الصحافه اللي كيفهموا اللي كيعرفوا النوتيسياس كيقولوا نفس الهضره ومزيان، فهمتي؟ نو سي يعني اذا كان السبب ديال التاجيل غادي يكون بهذا، ولكن الصحافه الجزائريه للاسف كتقول بسبب عدم جاهزيه الملاعب. دابا هادو كيبينوا لك بلي المغرب كانت خصها تعمل كوبا افريكا في الصيف. في الصيف ودابا هو اصلا يعني اصلا باقي ما تعطاش شي تاريخ رسمي. استجلاس الاس الاس كما قلنا لكم رضوان دائما بقاو مع ريال مدريد، والمنتج المغربي رضوان اللي يعني غادي ينتج الاغنيه الثانيه يعني من بعد هالا مدريد، كيشوفوا غادي ينتجوا اغنيه ثانيه. كشفها الفنان والمنتج المغربي العالمي الناظر خياط الشهير بلقب رضوان عن اختياره من اجل الاشراف على اغنيه جديده خاصه بنادي ريال مدريد الاسباني الذي توج بلقبه الخامس عشر في دوري ابطال اوروبا. وقال رضوان ان رئيس النادي الاسباني فلورنتينو بيريز جدد ثقته فيه ومنحه فرصه انتاج الاغنيه الرسميه الخاصه بالفريق الملكي التي
ستحمل اسم المدريديزمو، يعني المدريديزمو يعني الناس ديال المدريد لوس ميرينغيز، المهم ما نعرف باقي ما، ولكن غادي تكون المدريديزمو نصي شنو غادي يعملوا من هذا. وتأتي احتفالا بالإنجاز الجديد الذي حققه ريال مدريد، يعني الفوز بتشامبيونز رقم 15. نتمنى التوفيق للمنتج المغربي رضوان ابن مدينة تطوان اللي كينتج الفنان عالمي كبار رضوان، برافو عليه الصراحة. وهنا دياز مرشح للتتويج بالكرة الذهبية الإفريقية الأولى في التاريخ، هنا في تاريخ ريال مدريد. بات الدولي المغربي إبراهيم دياز مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم مرشحا بارزا للتتويج بالكرة الذهبية الإفريقية مع الملكي بعد فوزه بثلاثة ألقاب بقميص الميرينغي آخرها دوري أبطال أوروبا. وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن دياز يعد المرشح الأبرز للفوز بالجائزة ليكون أول لاعب في تاريخ ريال مدريد يحصل على أفضل جائزة كروية شخصية في القارة السمراء. هذا فيما يتعلق بإبراهيم دياز. وكاين مجموعة من الأخبار نشاركها معكم بسرعة. بالنسبة للاعب الكعبي فريق أولمبياكوس متمسك بهذا اللاعب وما باغيش يعني يخرج. وهنا سكيتيوي يعني اختار ثلاثة ديال اللاعبين للمشاركة مع المنتخب الأولمبي واللي هما شادي رياض أسامة ترغالين وإسماعيل السيباري بالي. وهنا الإقبال كبير على التذاكر بالنسبة للمقابلة ديال يوم الجمعة ضد زامبيا. وريال مايوركا مهتم بالتقاعد مع الزلزلي وهنا سفيان رحيم ينافس على جائزة خاصة يعني وينافس الدولي كريستيانو رونالدو. شو يعني اللاعبين المغاربة تبارك الله عليهم فين وصلوا. بالنسبة للمقابلة ديال يوم الجمعة فالحكم هو من السنغال. كنظن وقيلة هذه هنا البلاغ ديال الكاف اللي خرج كذب الخبر الكاذب باقي ما كاين والو بالنسبة لتأجيل كأس أمم إفريقيا إلى سنة 2026. كما قلت لكم يعني هذا الخبر استغلوا ما عرفتش علاش صحف الجزائرية. هنا كما تشاهدون التلفزيون الرسمي الجزائري كيقول بسبب يعني عدم جاهزية الملاعب. لكن والو من هذا الكلام، إذا كان تأجيل وما كاين حتى شي حاجة رسمية فسيكون بسبب يعني كأس العالم للأندية. وهذا فيما يتعلق بالعقوبة ديال الشيبي. فريق بيراميدز يقرر الانسحاب من الدوري المصري والسبب وهو الحكم الظالم الصراحة في حق الشيبي، يعني من طرفين بجوج، لا الشحات ولا الشيبي، يعني حكم ظالم الصراحة. وهنا غادي نتبعوا يعني هذا الخبر ونشوفوا يعني شنو غادي يعمل فريق بيراميدز المصري. هنا كما قلت لكم الكاف هنا هذا الاسيك شنو هذا هو اللي هذا ابراهيم ال بريمير كونفليكتو كون ماروكوس. وهذا الخبر اللي ناقشنا مع يعني الخبر الكاذب اللي خرجته ليكيب ما عرفناش نقلا عن اي مصدر، واللي بزاف ديال الصحف يعني نشروه قد يتسبب في عدة مشاكل، يعني باقي ما كاين والو وبداو هاد الفروق يعني في المشاكل مع اللاعبين ديالو. كنظن هاد المشكل اللي طرا بكوبا افريكا عيد عملها 2029 عاد مدريد بالغدايد اتاكد من ابراهيم ما يمشيش يخلص البيكوس غتزيد. ولكن دابا الكاف الا بقى في مدريد سي بيرو الكاف كتقول باللي راه ما كاين والو، راه han subido un comunicado que desmiente la noticia. En caso de no en caso y la partida Madrid David Atuliano imposible chinjos olímpico. Sí, sí, sí. Bueno, الخوت هذه الاخبار ديالنا ديال اليوم تتعلق بالمنتخب الوطني المغربي اللي غادي يلعب المقابله، يعني كذلك المنتخب الكونغو ديمقراطية ينسحب من مقابلته، يعني الكونغو ديمقراطية اللي هو موجود في المجموعة ديال المنتخب الوطني المغربي وربما ينسحب
يعني بشكل نهائي من المجموعه ديال المغرب. خوت حنا ما نطولوش عليكم بزاف، تهلاو في راسكم، ليله سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.